خلال 20 سنة كان أحد عباقرة العلوم الكيميائية الحاقدين على المجتمع الصناعي يزرع قنابل مدمرة أو يرسلها عبر البريد إلى الضحايا الأبرياء. أدت جرائمه الفظيعة إلى قتل 3 أشخاص وجرح حوالي 24 آخرين. وفي تحقيق كان الأكثر كلفة في تاريخ الـ FBI، أمضى المحققون 17 عاماً في أبحاث مكثفة عن المجرم الخطر الذي كان يعرف باليونا بومبا. فجر اليونا بومبر قنبلته الأولى في ربيع عام 1978. مع كل انفجار كان صانع القنبلة يتعلم أكثر عن القنابل، والشرطة تتعرف أكثر عليه. ولأنه استهدف الجامعات والمطارات أطلقت عليه الـ FBI اسم يونا بومبر. معكم جيم كارلسون، المدير السابق لمكتب الـ FBI في نيويورك. قبل أن نعرف أن اسم المجرم كان تيد كازينسكي، أدركنا أنه رجل عبقري، إلا أننا لم ندرك مدى ذكائه أو غضبه أو إلى أين كان ينوي الوصول. لكن بينما كان يصنع قنابله بدقة، كنا نقوم بمراجعة ملفاتنا في سباق للوصول قبله إلى الحقيقة. في 25 من أيار مايو عام 1978 ظهر في غرفة البريد أستاذ في علم الهندسة يدعى باتلي كريست في جامعة إيفنستون إلينوي، حاملاً طرداً بحجم علبة الأحذية مرسلاً إليه، ولكنه لم يكن يعرف المرسل. فأجابه الحارس الأمني للجامعة تيري ماركر وهو يمزح: قد تكون قنبلة، وبالفعل انفجرت العلبة. وبدأت سلسلة من جرائم العنف امتدت على مدى 20 عاماً أذهلت الـ FBI وروعت الناس. في 15 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1979 أقلعت الطائرة الأمريكية رحلة رقم 444 من مطار شيكاغو متوجهة نحو العاصمة واشنطن. وعندما وصلت طائرة البوينغ 727 إلى علو مرتفع، امتلأت حجرة الركاب بالدخان، وشعر الركاب أنهم في الجحيم. تم تحويل الطائرة إلى مطار دالاس في فيرجينيا ومعالجة 22 شخصاً إثر تنشقهم كميات من الدخان. لكن لولا خطأ تقني في القنبلة، كان أكثر من 100 شخص قد قتلوا. يعتبر تفجير الطائرات جريمة فيدرالية، لذلك تم استدعاء الـ FBI، وقام العميل الفيدرالي كريس روني بتفحص الأدلة التي كانت في قنبلة الطائرة. بعد أن فتشنا الطائرة بدقة متناهية، وجدنا أن القنبلة كانت موضوعة في علبة خشبية بدا أنها صنعت يدوياً، ثم وجدنا أنها كانت تحوي على مفتاح بارومتري، أي مفتاح ميزان الضغط الجوي، وبعض الأشياء الأخرى كالبطاريات والأسلاك وعلبة لاحتواء العبوة المتفجرة. والمفتاح البارومتري يعمل عندما يتغير الضغط الجوي في حجرة الأمتعة بشكل كاف لإقفال المفتاح، مما يسمح بتشغيل القنبلة وبتفجيرها. إن استخدام المجرم لمفتاح بارومتري يعمل على قياس الضغط الجوي أكد للـ FBI أنها تتعامل مع شخص خطر وذكي. بدأ روني تحقيقه بالعمل مع شرطة شيكاغو، وكان يبحث عن أي أدلة ليقابلها بقنبلة الطائرة. في جامعة نورث ويسترن أظهرت الأبحاث الدقيقة عن وقوع حادثتين بسيطتين لا تتطابقان ظاهرياً في حرم الجامعة، إضافة إلى اطلاعه على القنبلة التي انفجرت في تيري ماركر. عرف روني بوجود قنبلة أخرى، ففي 9 من أيار عام 1979 انفجرت قنبلة أخرى في جامعة نورث ويسترن، أدت إلى إصابة التلميذ جون هاريس بجراح خطرة، وكان تصميمها متطابقاً مع القنبلة الأولى،
وبما أن السلطات وجدت الحادثتين بسيطتين نسبياً، فإنها لم تربط بينهما، معتبرة أن هذه القنابل من صنع هوات، وتم تجاهل خطورة الوضع. بناء على الصور التي التقطها، استنتج كريس أن القنابل الثلاث كانت من صنع شخص واحد. إن أسلوب صنع القنبلة كأسلوب تقطيع الأخشاب وتركيبها، لقد كانت العلامات الظاهرة على هذه القنبلة وطريقة وضع الشريط اللاصق أموراً واضحة في الصور تماماً، لقد كانت متطابقة مع الصور السابقة. القنابل الموضوعة داخل علب خشبية كانت كلها مصنوعة من مركبات عادية، مسامير عادية ولولبية وبارود وشريط لاصق أسود. كانت المكونات مصنوعة يدوياً ولا دليل على مصدرها. عادة من خلال المعطيات نحدد المصادر، فبعض المركبات لم تكن مصنوعة بطريقة حرفية، إذ يبدو أن صانعها كان يتفحصها ويلعب بها وينظر إليها، ويظهر أنها كانت مصنوعة بأشكال غريبة، مما يظهر أن الشخص الذي صنع هذه القنبلة كان يتمتع بذلك. أدركت الـ FBI أنها تتعامل مع جرائم متسلسلة ومجرم يحب ما يقوم به. في الخمسينيات كان صبياً خجولاً وذكياً يدعى تيد كازينسكي، متفوقاً في المدرسة الإعدادية. كان صبياً منغلقاً على نفسه، يفضل الانزواء في غرفته ليدرس بشكل خاص مادة الكيمياء. كان طفلاً عبقرياً يتمتع بمعدل ذكاء متفوق يفوق 70%. دخل جامعة هارفارد في عمر 16 عاماً وتخرج بعد 3 سنوات. في غضون 5 أعوام حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ميشيغان. كان أستاذاً مساعداً في مادة الرياضيات في جامعة كاليفورنيا، لكنه لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة ولا يحب الاختلاط مع الناس، ولم يتمكن أحد من التعرف إليه عن كثب. عام 1969 استقال من منصبه لأنه كان يفرض عليه الاختلاط بالناس وكان يكره هذا. عام 1971 قرر الانسحاب كلياً من المجتمع. ابتاع أرضاً تبلغ مساحتها نحو 6000 متر مربع في منطقة ريفية خارج ولاية مونتانا على علو يبلغ 6000 قدم فوق المجتمع الذي كان يحتقره. بنى كوخاً بعرض 8 أقدام وطول 10 لا تصله الكهرباء ولا المياه، وكان يجلس وحده يقرأ ويكتب. وكان قد كتب موضوعاً يتألف من 23 صفحة يعبر عن سخطه على هوس الإنسان المعاصر بالتقدم التكنولوجي والعلمي، ومن خلال بحثه العلمي الذي كتبه أكد على غياب حرية الفرد وزوالها. أرسل نسخة إلى شقيقه ديفيد الذي قرأها ووضعها في صندوق حيث بقيت لربع قرن. في حزيران يونيو عام 1978 خرج تيد من كوخه ليعمل لحساب أخيه في مصنع للهواتف في ولاية إلينوي. لكن تصرفات تيد الغريبة تخطت حدودها، مما دفع شقيقه إلى طرده من العمل، إذ كان تيد قد أهان زميلته في العمل إثر رفضها صداقته. فاغتاظ تيد وخلال عام عاد إلى كوخه في مونتانا بعد أن قرر عدم رؤية عائلته من جديد. كان العبقري المنطوي على نفسه يشعر بالإحباط لدى احتكاكه بالمجتمع ومحاولة التأقلم معه، وانزوى تيد أكثر اعتقاداً منه أن الإنسان المعاصر يعجز عن فهمه. وبدأ يرى أن المجتمع المدني هو عائق عليه تخطيه والتغلب عليه. مع مرور الوقت اعتاد تيد على حياته البسيطة وبدأ يزرع طعامه الخاص ليؤمن لنفسه الكفاية الذاتية. لم يكن لديه معارف شخصية واختار أن ينشئ شركته الخاصة في براري مونتانا. لم يكن يقصد لينكولن كثيراً، وإذا فعل
فكان يتوجه إلى المكتبة العامة ليتصفح الكتب. في الثالث من أيار مايو عام 1980 امتطى تيد دراجته الهوائية المصنوعة يدوياً وتوجه نحو لينكولن، إلا أنه هذه المرة لم يكن يقصد المكتبة، بل ذهب إلى مدينة هيلينا ومكث في أحد الفنادق لبورها. في اليوم التالي توجه غرباً، وكان ذلك ليقوم بعمل ملح. بيرسي وود رئيس شركة يونايتد إيرلاينز للطيران تلقى طرداً في منزله في شيكاغو في العاشر من حزيران يونيو عام 1980. قبل أيام قليلة كان قد تلقى رسالة من شخص مجهول وعده بإرسال كتاب يحمل معاني اجتماعية سامية حسب ما ورد في الرسالة. وضع وود الطرد على طاولة المطبخ، فتحه ورأى كتاباً بعنوان إخوة الثلج للكاتب سلون ويلسون. كان وود يتساءل عن مدى أهمية هذا الكتاب، ففتح الصفحة الأولى. كاد وود أن يموت، لكن القنبلة لم تكن تحمل أقوى جهاز لها بعد. تهافت محققو الـ FBI وتقنيو القنابل إلى مكان الحادث، وللحال تبين أن الجريمة من عمل القاتل التسلسلي. كانت كل القنابل المستعملة قنابل أنبوبية فيها التركيبات والأسلاك نفسها، لكن في القنبلة الرابعة ترك صانعها قطعة معدنية حفر عليها الحرفين FC. لا شك أن المجرم قد وضع هذين الحرفين في القنبلة حتى نجدهما. كانت القطعة المعدنية محمية ومحفوظة من الانفجار. لم يكن وجودها منطقياً، فهي لم تكن ذات منفعة، إلا أنها كانت ترمز إلى توقيع المجرم. بدا وكأنه كان يقول لنا: هذه القنبلة هي من توقيعي. لم يكن أمام الـ FBI سوى التكهن لمعرفة معنى الحرفين، وكان المحققون قد أطلقوا على المجرم لقباً، فهو كان يفجر الجامعات والخطوط الجوية، لذا أطلقوا عليه اسم يونا بومبر، الذي يعني باللغة الإنجليزية مفجر الجامعات والخطوط الجوية. وكانت تسميته عملاً سهلاً، إلا أن مهمة العثور عليه كانت صعبة للغاية. عام 1981 قامت الـ FBI بالتحري عن آلاف الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم بالحرفين F و C، إذ إن هذا كان الدليل الوحيد لديهم، لكن المجرم لم يبقى دون حراك. في أكتوبر تشرين الأول تم العثور على طرد في بناء جامعة يوتا. كانت قنبلة أنبوبية، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر. أصبح لدى المحققين قنبلة كاملة قد يتمكنون من تعقب آثار صانعها من خلال مركباتها، لكن ذلك يتطلب وقتاً. في ربيع عام 1982 انفجر طرد مرسل إلى البروفيسور ليروي وود بارنسون بين يدي مساعده الأكاديمي في جامعة فاندربيلت. كانت القنبلة مصنوعة من المواد المعتادة، وبقي الحرفان F و C بعد الانفجار. أمضى المحققون ساعات طويلة في دراسة كل التفاصيل الدقيقة في تركيبة القنبلة. وفجأة ظهر أغرب دليل: إن آخر شخصين مستهدفين يحملان اسم وود. لعبت كلمة وود أي الخشب بالإنجليزية دوراً مهماً في كل القنابل التي أرسلت، فالخشب كان موجوداً في كل القنابل رغم أنه لم يكن يخدم غاية ما، كان يضع عيداناً لمجرد أن يضعها. وكانت كلمة الخشب أي وود بالإنجليزية موجودة حتى في أسماء الأشخاص وعناوينهم.
دوغ ديتر هو عالم في مختبر الاف بي اي الذي يعمل على اختبار كل الأدلة، وهو ايضا خبير في الاخشاب. هذه المواد بعد أن نفحصها في المختبر تساعدنا على معرفة أين يسكن المجرم وماذا كان يعمل. كنت أحاول معرفة مصدر هذه الأخشاب ومعرفة المنطقة التي تأتي منها، لأن تحديد هذه المعلومات يجعلنا نصل إلى الإمساك بطرف الخيط. بدت هذه الطريقة صعبة ومعقدة، لكن عدم وجود الأدلة لم يترك للمحققين خياراً آخر. بينما تكثف تحقيق الـ FBI، تضاعفت قوة القنابل المتفجرة. في الثاني من تموز يوليو عام 1982، لاحظ البروفيسور دياجينيز أنجلوكوز من جامعة كاليفورنيا بيركلي، وهو زوج متفان وأستاذ محبوب، لاحظ وجود شيء غريب على أرض غرفة الاستراحة في قسم العلوم الإدارية. عند انفجار القنبلة أصيب بجروح خطرة، كما فقد أصابعه. وبينما كان ملقاً على الأرض وجد رسالة مطبوعة كتب فيها وو، قلت لك إن الأمر سينجح، والتوقيع RV. قامت الـ FBI بالتحري عن كل الأشخاص الذين يحملون اسم وو والذين تبدأ أسماؤهم بحرفين R و V، لكن البحث لم يكن مثمراً والمعلومات كانت خدعة. وفي اليوم التالي للانفجار عثرت الـ FBI على دليل، فبينما كان حارس المبنى يتمشى حيث انفجرت القنبلة في الليلة السابقة، رأى رجلاً لديه شاربان رفيعان ويرتدي قميصاً ويسير في البهو، إلا أن الحارس لم يتمكن من تذكر تفاصيل كافية لوضع رسم للمشتبه به. نقل أنجلوكوس المصاب إلى المستشفى، حيث مكث لفترة طويلة ولم يتمكن من الاعتناء بزوجته المعاقة التي توفيت بعد شهر على وقوع الانفجار. في أيار مايو عام 1985، كان جون هاوزر وهو ضابط في القوى الجوية في المبنى نفسه حين لاحظ وجود 3 ملفات موضوعة فوق علبة خشبية. كان هاوزر قد تقدم للدخول في عداد رواد الفضاء، وبينما كان ملقاً على الأرض لم يكن يعرف أن طلبه كان مقبولاً، لكنه لم يتمكن من الطيران مجدداً. تم العثور على شارة القوى الجوية الخاصة به في الطرف الثاني من الغرفة. كان البروفيسور أنجلوكوس موجوداً حين انفجرت القنبلة، فهرع لمساعدة هاوزر. لاحقاً أصبحت التحقيقات التي أجرتها الـ FBI والـ ATF والقوى الأمنية الأمريكية تحمل طابعاً روتينياً. وتم إرسال القنبلة إلى مختبرات الـ FBI لمزيد من التحقيق. خلال الأعوام اللاحقة أجريت العديد من التحقيقات. في 8 أيار مايو عام 1985، تم استلام طرد في شركة البوينغ في واشنطن، كان مرسلاً إلى الشركة، كما أنه كان ثقيلاً وعليه طوابع كثيرة. قام أحد الموظفين باستدعاء الجهاز الأمني. تم تصوير الطرد بالأشعة السينية، وتبين وجود قنبلة أنبوبية، وظهر الحرفان F و C على قطعة معدنية. لو قام الموظف بفتح الطرد لكانت القنبلة قتلته وجرحت كل من كان معه. في 15 نوفمبر 2 عام 1985، تلقى الدكتور جيمس ماكونيل، وهو أستاذ علم النفس في جامعة ميشيغان، طرداً أو رسالة من شخص ادعى أنه تلميذ الدكتوراه، وطلب من الأستاذ أن يقرأ الكتاب زاعماً أن كل من في موقعه يجب أن يقرأ هذا الكتاب. قام مساعد البروفيسور بفتح الطرد.
أدى الانفجار إلى إصابة المساعد بجروح خطرة، بينما فقد الدكتور ماكونيل سمعه. تابع المحققون دراسة القنبلة وكانوا يدورون في دوامة، بينما كان صانع القنبلة يطور أعماله. أظهرت الاختبارات المكثفة أن القنابل أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر تدميراً. أصيب المحققون بالإحباط لأنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية المجرم، وكانت التحاليل تؤكد معلوماتهم، فإذا استمر إرسال الطرود في النهاية سيتعرض أحدهم للقتل. كان هيوس كراتن صاحب متجر رنتك للكمبيوتر في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا. في 11 من كانون الأول ديسمبر عام 1985، وعند فرصة الغداء توجه سكراتن إلى موقف السيارات عندما لاحظ علبة خشبية فيها 4 مسامير. كان الانفجار رهيباً، وأصيب سكراتن في صدره وفي قلبه الذي توقف. أصبح صانع هذه القنابل يعتبر سفاحاً. كانت القنبلة التي أودت بحياة سكراتن هي الأقوى، إذ كانت تتألف من أنابيب متداخلة، إضافة إلى المواد الموضوعة في القنابل الأخرى وحرفي F و C على قطعة معدنية. وتحول التحقيق في عملية تفجير القنابل إلى تحقيق رسمي في جريمة قتل. كان المحققون يحاولون إخفاء تفاصيل القضية لئلا يعرف المجرم مدى اطلاعهم ولئلا يفعل آخرون مثله. كان المحققون يسعون للحصول على دليل ملموس، وكان تيد كازينسكي ما يزال ناشطاً في كوخه المعزول، فعندما لم يكن يصنع القنابل كان يكتب مبرراته. فبالنسبة له كان المجتمع التكنولوجي رهيباً، تظهر فظاعته في تدمير الإنسان للأرض وتحوله إلى شبه آلة غبية. كان تيد يعتقد أن كل إنسان يشارك في اعتماد الجنس البشري على التكنولوجيا هو إنسان شرير. في 29 من شباط فبراير عام 1987، قامت إحدى السكرتيرات في محل كان للكمبيوتر في مدينة سولت ليك بالنظر من نافذة مكتبها، فرأت رجلاً في الموقف يضع شيئاً على الأرض. بعد ساعة كان صاحب المتجر جاري رايت في الموقف ورأى العلبة على الأرض. كانت علبة خشبية تبرز منها 4 مسامير. أصيب رايت بجروح خطرة لكنه نجا بأعجوبة. بينما كانت الشرطة تبحث عن مشتبه به، تم رسم صورة للرجل الذي وصفته السكرتيرة. لا شك أنها كانت صورة رجل متنكر. لم تساعد الصورة في العثور على صانع القنابل، لكنها نجحت في تحقيق أمر مهم، فبدا أن المجرم قد اختفى إذ أدرك أن أحدهم قد رآه. بعد 9 أعوام من التفجير توقفت الحوادث المماثلة بكل بساطة بعد انفجار متجر كان عام 1978، لكن التحقيق استمر حتى بعد استنفاد كل الأدلة المحتملة. بعد 6 أعوام من الصمت كان المحققون يأملون أن يكون المجرم قد سجن لتهمة ما أو أنه قد توفي، وعلى أي حال لقد توقف تفجير القنابل. تيد كازينسكي لم يكن ميتا ولا كان في السجن، قضى السنوات الأخيرة منفردا. كان يحيى بروتينه اليومي، يسقي الزرع، يصطاد، يكتب ويزور المكتبة، وكان يسعى دوماً للاطلاع على آخر الأحداث الراهنة. بعد 6 أعوام من الهدوء، أي عام 1993، عدة أحداث أيقظت صانع القنابل من غفوته وقادته إلى ساحة الأحداث. عملية إطلاق النار التي حدثت في تكساس بين القوى الأمنية وإحدى العصابات، وتفجير المركز العالمي للتجارة،
كلها أحداث فرضت جواً سياسياً مشحوناً. عندها عاد اليونا بومبر وبدأ بتنفيذ جرائم على طريقته الخاصة. الدكتور تشارلز إبستين اختصاصي معروف في علم الوراثة في جامعة سان فرانسيسكو. في 22 من حزيران يونيو عام 1993 جلس إلى طاولة مطبخه ليفتح بريده، فوجد مغلفا محشوا كان قد وصل ذلك اليوم. أصيب الدكتور إبستين بجروح خطرة من جراء الانفجار. بعد ساعتين ونصف من الجراحة استقرت حالته وكان محظوظا لأنه تمكن من النجاة. بعد يومين وصل الدكتور ديفيد غالينجر باكرا إلى مكتبه وهم بفتح بريد اليوم السابق. والدكتور غالينجر عالم كمبيوتر بارع في جامعة ييل. بعد أن أصيب في عينه ويده اليمنى ومعدته، حاول غالينجر بجهد الوصول إلى الباب لطلب المساعدة. أدركت الاف بي اي بسرعة أن القنبلتين الأخيرتين كانتا متشابهتين. كانت قنابل أنبوبية محشوة بكلورايد البوتاسيوم وبودرة الألومنيوم، وضعت داخل علبة خشبية مصنوعة يدويا. بعد ساعات قليلة على انفجار قنبلة غالينجر، وصلت رسالة إلى غرفة البريد في جريدة نيويورك تايمز، كانت من مجموعة فوضوية غير قانونية تدعى FC، وتعلن مسؤوليتها عن تفجير القنابل الأخيرة. وعدت المجموعة بمزيد من الاتصالات المستقبلية وأعطت رقماً هاتفياً للتأكيد على مصداقية الوعد، وكان الرقم 555-25-4394. بعد التحقيقات وجدت الاف بي اي ان الرقم هو رقم الضمان الاجتماعي لشاب في العشرين من عمره يدعى فرولد لي، يسكن في شمالي كاليفورنيا، وقد وشمت على يده كلمة وود اي خشب، لكن التحقيق برأه من كل الشبهات. لاحقا تم اكتشاف دليل اخر مهم. كانت الرسالة الموجهة الى نيويورك تايمز تحمل جملة اتصل بنيثن يوم الاربعاء الساعة الواحدة. أخيراً أمن صانع القنابل دليلاً ملموساً للمحققين الذين اتصلوا بحوالي 10,000 شخص اسمهم نايثن، يبدأ اسم عائلتهم بحرف الراء، لكن الأبحاث المكثفة لم تثمر، وبدأ أن المجرم كان يحب التلاعب بالأف بي آي. نشرت جريدة التايمز الرسالة التي استحوذت على اهتمام الجماهير، كما أنها قادت الأف بي آي إلى عشرات السبل المضللة، فاشتبه المحققون بطلاب وبمهندسي طائرات وحتى ببعض التجمعات في نوادي شيكاغو. إن الجرائم الأخيرة لم تساعد الاف بي اي على التقدم في أبحاثها. عندها تم تشكيل فرقة خاصة تتألف من مفتشي الاف بي اي والاي تي اف وقوى الأمن القومي للتنسيق في التحقيق. كان جيم فريمان رئيسا مكتب أبحاث الاف بي اي في سان فرانسيسكو، كما أنه كان رئيس فرقة الأبحاث الخاصة بهذه القضية. كانت الأدلة التي حصلنا عليها مبعثرة في عدة ولايات، لذا أدركنا أن الفرقة الخاصة عليها السيطرة على المعلومات الموجودة، وعليها أيضاً تحديد وجهة سير التحقيق. وعند ذلك قررنا التحقق مرة أخرى من كل عملية حصلت. تم إعطاء كل قطعة من الأدلة الباقية من القنابل السابقة إلى محقق شرعي واحد، وأصبح العميل الخاص توم أونيل الذي يعمل في مختبرات الاف بي اي للمواد والأجهزة هو المختبر الأساسي في هذا التحقيق. كل الأدلة الظاهرة في قضية تفجير القنابل أصبحت معي، وفي قضية جرائم متسلسلة كقضية تفجير القنابل يبدو أن أسوأ الأمور هي أننا كنا نقوم بكل الاختبارات اللازمة والممكنة على الأدلة،
وهي لم تساعدنا للعثور على أي مشتبه به. وبينما كانت الفرق الخاصة تعمل، تابع كازينسكي ثورته على العالم المتحضر والمجتمع المعاصر. في العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 1994، كان منفذ الإعلانات توماس موزر يتفحص بريده في بيته في نيو جيرسي، فرأى طرداً صغيراً من شخص يدعى إتش سي ويكل يعمل في قسم الاقتصاد في جامعة سان فرانسيسكو الحكومية. وكان هذا الانفجار هو الأقوى، إذ قضى في الحال على توماس موزر. باستخدام كل المواد المستعملة في القنابل السابقة، تمكن المحقق أونيل من صنع قنبلة مماثلة وتملك القوة نفسها للقنابل السابقة. من بين 15 قنبلة، كانت القنبلة الأخيرة هي أيضاً من صنع المجرم المعتاد. بعد عدة أشهر، تحضر تيد كازينسكي لزيارة مطولة للجهة الغربية، وكانت هذه الرحلة رحلة عمل مكثف. في 19 من نيسان أبريل عام 1995، كان تيد كازينسكي في منطقة سان فرانسيسكو حين انفجرت قنبلة تيموثي ماكفي التي كانت تزن 2000 باوند، ودمرت المبنى الفيدرالي في مدينة أوكلاهوما وأودت بحياة 168 شخصاً. لم يسمح تيد لهذا الانفجار بإزاحته عن الأضواء. في اليوم الثاني، بينما كانت الأمة ما زالت تبكي ضحايا المجزرة، أرسل تيد 5 مغلفات، 4 رسائل وطرداً. وصل البريد إلى شرق المدينة. كان هنالك رسالة موجهة إلى نيويورك تايمز، وكان العميل الفيدرالي تيري تشيرشي الرئيس الثاني لفرقة الأبحاث الخاصة. ذكر المجرم في رسالته الموجهة إلى نيويورك تايمز أنه يتحمل مسؤولية القنبلة التي انفجرت بتوماس موزر وتشارلز إبستين وديفيد جالانجر، كما أنه ذكر بعضاً من أهدافه، وقال إنه ينوي إرسال نسخة عن بحثه، وأراد من الصحيفة نشر أبحاثه مقابل وعده بإيقاف الاعتداءات الإرهابية التي كان يقوم بها. كانت الرسالة الثانية موجهة إلى الضحية الدكتور ديفيد جالانجر الذي كان ما زال يتعافى من جروحه. توجه المجرم قائلاً: دكتور جالانجر، إن الأشخاص الذين يحملون شهادات عليا لا يتمتعون بذكاء خارق كما يظنون. لو كان لديك عقل واعٍ لكنت أدركت كم أن الناس يحتقرون العلماء أمثالك الذين يغيرون العالم. في 25 من نيسان أبريل عام 1995، وصل طرد إلى شركة كاليفورنيا فارماسي موجهاً إلى رئيسها السابق ويليام دانيسلو، فقرر رئيسها الحالي جيلبرت موري أن يفتحه بنفسه. انفجرت القنبلة ودمرت المكتب، وتناثر جيلبرت موري قطعاً، وسمع حاكم ولاية كاليفورنيا ذوي الانفجار من مكتبه الواقع على مسافة 4 شوارع. انتشر الخوف في أنحاء الأمة بكاملها، وكانت تصل التهديدات إلى كل مكان، ووضعت الـ FBI لائحة ب15,000 شخص مشتبه بهم. بعد 16 عاماً و16 قنبلة، كان المجرم قد قتل 3 أشخاص وجرح 24. بعد شهرين على مقتل موري، وصلت رسالة إلى صحيفة سان فرانسيسكو كتب فيها إن المجموعة الإرهابية FC التي أطلقت عليها الـ FBI اسم اليونا بومبر تخطط لتفجير طائرة في مطار لوس أنجلوس الدولي في 6 أيام القادمة. لقد أخذنا التهديد على محمل الجدية، لأن المجرم كان قد وضع قنبلة على متن طائرة من قبل، ولكنها لم تكن قوية لتدمير الطائرة في الجو، ولكننا أدركنا أنه قادر على تدمير واحدة الآن. ارتأت الـ FBI أخذ تدابير وإجراءات أمنية خاصة في مطار كاليفورنيا. لم يكن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة. تم تفتيش كل الحقائب، وكانت الكلاب المدربة على شم القنابل تفتش في كل شيء، وتوقف إرسال البريد على متن الطائرات الخاصة.
لقد تم التحقيق مع الركاب حول الأغراض في حقائبهم، وما إذا كانت الرزم التي كانت معهم قد خضعت للتفتيش. وبالطبع فكل هذه الأسئلة والاستفسارات الضرورية كانت تطرح. في اليوم نفسه الذي وصلت فيه التهديدات إلى صحيفة سان فرانسيسكو، تلقت صحيفة واشنطن بوست رسالة من الأف سي وبياناً رسمياً مطبوعاً يتألف من 56 صفحة، كما أن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على نسخة في اليوم التالي، كذلك مجلة بنت هاوس بعد يومين. كانت الرسالة الموجهة إلى الصحف تحمل شروطاً لنشر البيان، وتعلن عن استعداد المجرم لإيقاف ضرباته إذا تم نشر بيانه. بالنسبة لتاري تشيرش الذي كان عضواً في فرقة الأبحاث الخاصة، كان وصول البيان فرصة كبيرة للتحقيق. لا شك أن حصولنا على النسخة المطبوعة أعطانا معلومات كبيرة، أدركنا أنها فرصة سانحة إذا استفدنا منها قد تقودنا إلى اكتشاف المجرم. البيان الذي كان يحمل عنوان المجتمع الصناعي ونتائجه كان بحثاً دقيقاً ضد التكنولوجيا وعلم الوراثة والطبقية والمجتمع المعاصر بشكل عام. كانت الFBI قد جمعت عدة أدلة خلال السنوات الماضية، وكان على محققيها أن يحصلوا على دليل ملموس واحد يفتح الأبواب أمام القضية. وجد فريمان أن الجواب يكمن في نشر البيان. لقد سعينا لنشر البيان في الصحف، لأننا أدركنا بعد قراءته أن أحدهم قد وضع فيه فلسفة جمعها على مدى أعوام طويلة، وكنا نأمل أن يتمكن أحدهم من التعرف على كاتب هذا البيان عند قراءته ليقول لنا مثلاً: أتذكر هذا الرجل جيداً، لقد كان يجلس بقربي في الصف عندما كنا طلاباً في الجامعة. بعد أبحاث ومناقشات مع مدير الFBI والمحامي جاني ترينو، إضافة إلى صحيفتي الواشنطن بوست ونيويورك تايمز، تم اتخاذ قرار بنشر البيان، وقد ظهر في عدد خاص لصحيفة الواشنطن بوست في 19 من أيلول سبتمبر عام 1995. وفي أوائل العام 1996 كان ديفيد شقيق تيد كازينسكي يقوم ببعض الأبحاث بنفسه، ولفت انتباهه علاقة المجرم بمدينة شيكاغو مسقط رأسه ومدينتي سولت ليك وبيركلي. أحضر نسخة من البيان وبدأ بقراءته، وبينما كان يقرأ بدأ يشك في كون شقيقه هو القاتل، وأصيب بالذهول من جراء ما قرأ، فقد وجد شبها بين لغة البيان ومحتواه وبين رسائل شقيقه تيد وأفكاره. أخرج ديفيد كل الرسائل والمعلومات التي وجدها من تيد وقارنها بالبيان المنشور، فوجد جملة متطابقة. كان ديفيد محبطاً، إلا أنه لم يكن مقتنعاً. بعث ديفيد رسالة طارئة إلى تيد، إلا أنه لم يكشف له عن شكوكه، بل طلب زيارته في مونتانا، لكن تيد رفض ذلك. قرر ديفيد تعيين محقق خاص للتدقيق في القضية، لكن المعلومات التي جلبها له لم تكن مشجعة. أسلم التحري الخاص البيان وبعض رسائل تيد إلى الخبراء لإجراء التحقيق، إلا أن الخبراء استنتجوا إمكانية وجود علاقة بين كاتب البيان وكاتب الرسائل، وكانت الفرصة كبيرة في أن يكون الشخص نفسه. وتابع ديفيد البحث عن كل ما كتبه له تيد، فوجد في صندوق قديم بحثاً كان قد أرسله تيد له عام 1971. هنا ما عاد بوسع ديفيد التهرب من الحقيقة المرة، فقد يكون شقيقه هو المجرم. أصيب ديفيد بالذهول، لقد كان البحث الذي عثر عليه وهو يعود إلى العام 1971 متطابقاً مع البيان الرسمي المنشور. كان ديفيد ممزقاً بين تسليم أخيه ليد العدالة وبين تعريض مزيد من الناس للخطر، لكنه اتخذ قراراً صائباً
فاتصل بالاف بي اي من خلال محاميه ليخبرهم عن اخيه. في شباط فبراير عام 1996 اطلع ديفيد اعضاء فرقه البحث الخاصه على شكوكه واخبرهم بتفاصيل حياه تيد العائليه، اضافه الى ذلك سلمهم بحث عام 1971. لقد تمكنا من القيام بمقارنة دقيقة بين هذا البحث الذي أجري منذ عدة سنوات وبين البيان الذي بعثه لنا المجرم، ولقد اتضح لنا أن التطابق بين البحث والبيان لم يكن مجرد صدفة إطلاقا. قامت الـ FBI بتحليل البحث وتم العثور على أكثر من 160 نقطة متشابهة مع بيان صانع القنابل بما فيها جمل متطابقة وأغلاط إملائية. بعد 17 عاماً حصلت الـ FBI على أول مشتبه به، وكان تيد كازينسكي. تسلل عشرات من عملاء الـ FBI بصمت إلى منطقة لينكولن مونتانا الصغيرة. كان محققو الـ FBI يراقبون كوخ كازينسكي بحرص تام، جامعين الأدلة. وفي بداية نيسان أبريل كانت المعلومات كافية لتبرير مذكرة التفتيش. من بين أمور أخرى، عرف المحققون أن تيد كان يسافر باستمرار، وأظهرت سجلات الفنادق أنه كان دائم التحرك قبل وقوع الانفجارات. سلم المحقق تيري تشيرشي تقريراً دقيقاً من 65 صفحة يشرح قضية الحكومة ضد المدعى عليه تيد كازينسكي ويطلب الإذن بتفتيش كوخه. في ذلك اليوم بدأنا منذ 5 فجراً بتوزيع فرق البحث في مواقع مختلفة من غابات منطقة لينكولن مونتانا، كما تم إنشاء مقر قيادة. كان كل شخص يعرف دوره، وكان الفريق الذي دقق في الأدلة سيوافينا، وكنا نعمل بالتنسيق مع مقر قيادة آخر في لينكولن، إذن كان الجميع مستعداً للانطلاق عند الإشارة. اقترب العملاء المتنكرون من كوخ كازينسكي. ساروا نحوه وهم يتحدثون بصوت مرتفع، لأنهم كانوا يحرصون على ألا يشك كازينسكي بأنهم أتوا من أجله. طلب منه المحققون مساعدته في التعرف على حدود قطعة أرض على خريطتهم. وبينما استدار ليدخل ويجلب معطفه انقضوا عليه، وأصبح المجرم المشتبه به قيد الاعتقال. وللحال تم أخذ كازينسكي للاستجواب، وكان جيم فريمان سيواجه الرجل الذي خدع الـ FBI طوال 17 عاماً. بعدما تم إلقاء القبض عليه بدا وكأنه مصدوم ومتفاجئ، لأننا كشفناه واعتقلناه بعد 17 عاماً من التفجير والتخفي. لم يعترف كازينسكي بارتكابه أي جريمة، كما أنه رفض إعلام المحققين عن وجود أي قنابل في كوخه. وبينما استمر الاستجواب بدأ تفتيش الكوخ. اعتبر الكوخ الصغير كقنبلة مستعدة للانفجار، إن المكان يحتوي قنابل كثيرة، والأسوأ أنه كان مفخخاً للحماية. قامت فرق من المحترفين بشق طريقها إلى الكوخ. لم يكن قد تم اعتقال تيد كازينسكي بأية تهم بعد، وبينما كان المحققون يفتشون كوخه وجدوا أدلة كافية لاتهامه بحيازة مواد تستعمل لصنع القنابل. وجدوا أنابيب، مواد كيميائية، أسلاكاً، بطاريات، وعلباً خشبية. سمحت هذه التهمة باعتقال كازينسكي إلى حين إجراء بحث أشمل. كان عميل الـ FBI الخاص وخبير المتفجرات دونالد ساكليبن مسؤولاً عن جمع أكبر عدد من الأدلة للحصول على مذكرة التوقيف، وكان يعمل على القضية منذ سنوات طويلة.
تلك الليلة كنت عائدا إلى هالندر مع المحقق بات، وكنا قد عملنا على القضية منذ عدة أعوام. وفي تلك الليلة نظرنا إلى بعضنا وأدركنا أننا وصلنا إلى البداية أو إلى النهاية. تلك الليلة أدركنا أننا قبضنا على الرجل الذي كان يضع المتفجرات. تم اعتقال تيد كازينسكي وبقي في مركز الشرطة إلى حين تقديم الادعاءات بحقه في اليوم التالي. قام التلفزيون الوطني بنقل عملية الاعتقال حيث ظهر هذا المتطرف والمنغلق على نفسه. وفي اليوم التالي وجهت إلى تيد كازينسكي تهمة حيازة مواد لصنع القنابل. واستمر تفتيش الكوخ، فكانت الغرفة أشبه بمنجم ذهب مميت. فقام المفتشون بتصوير كل كتاب وكل وعاء وغلاف بالأشعة السينية بحثاً عن مواد متفجرة، وتطلبت عملية تفتيش الكوخ الصغير وقتاً طويلاً. وبدأت الأدلة تظهر في الكوخ. وجد المفتشون سلسلة تتألف من 3 أبحاث تحمل تفاصيل دقيقة حول كيفية صنع القنابل الأنبوبية التي تتطابق مع تلك التي تم العثور عليها في الانفجارات التي وقعت. من المواد التي تم العثور عليها بارود متفجر، قطع من الألومنيوم، وغيرها من الأشياء التي استعملت في القنابل السابقة، إضافة إلى قميص ونظارات شمسية. العميل توماس مونيل، وهو أيضاً خبير في القنابل، كان أيضاً داخل الكوخ. لقد وجدنا أيضاً مركبات كهربائية وأسلاكاً تتطابق مع معظم الأسلاك المستعملة في القنابل، كما أننا عثرنا على مفتاح تشغيل مصنوع يدوياً مماثل لمفاتيح التشغيل التي عثرنا عليها في القنابل المتفجرة. بعد 2 من التفتيش الدقيق توقف البحث عندما تم العثور على رزمة مغلفة كالرزم التي كانت تحمل القنابل السابقة، وضع عليها عنوان المرسل إضافة إلى اسم الضحية وعنوانها. تم تصوير المغلف بالأشعة السينية، فاتضح أنه يحوي قنبلة أنبوبية، فكان على ساكليبن أن يتولى حل الأزمة. أظهرت الأشعة السينية أن القنبلة تشبه القنبلة الأخيرة التي انفجرت وقتلت السيد موريت في ساكرامنتو. تمكنا من إخراج العلبة من الكوخ، ثم أخذناها إلى أسفل التلة حيث جهزنا موقعاً لتفكيكها. في الأيام اللاحقة استمر البحث وظهر مزيد من الأدلة التي أدانت المجرم. إضافة إلى عثورهم على مواد لصنع القنابل، وجد المفتشون رسائل ورسومات توضيحية، كما أنهم وجدوا البيان الذي وضعه صانع القنابل، إلا أن دليلاً مهماً كان ناقصاً، ألا وهو الآلة الكاتبة التي تم طباعة البيان عليها. لم يتم العثور على الآلة الكاتبة التي طبع البيان عليها حتى اليوم الأخير من البحث الذي تطلب حوالي 5 أيام، وكانت الآلة موضوعة داخل الصندوق الأخير الذي تم فتحه. إن تفتيش كوخ مساحته 80 قدماً مربعاً تطلب 11 يوماً، لكن بحث الـ FBI كان مثمراً، فقد تم القبض على الرجل الذي كان يقتل ويهدد ويدمر حياة الناس متلاعباً بالـ FBI. في 14 من نيسان أبريل تم تطويق الكوخ كله لإجراء المزيد من الاختبارات. وفي 18 من حزيران يونيو عام 1996 وجهت سلطات ساكرامنتو الاتهامات التالية إلى تيد كازينسكي. وجهت تهمة قتل هيوس كراتن وجرح تشارلز أبستين وإعاقة ديفيد غالانجر، إضافة إلى قتل جيل موري الذي لو كان لا يزال حياً لكان عمره الآن 48 عاماً. كما وجهت سلطات نيو جيرسي المزيد من الاتهامات إلى كازينسكي الذي اتهم بقتل توماس موزر. في 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996 انتظر حشد من الناس المعنيين في قاعة المحكمة في ساكرامنتو ليحضروا محاكمة تيد كازينسكي المرتقبة منذ زمن. في الصف الأمامي كانت تجلس عائلة تيد، أخوه ديفيد ووالدته واندا كازينسكي. وعند دخول تيد قاعة المحكمة أدار ظهره لأفراد عائلته بغضب ولم ينظر إليهم. كانت الجلسة على وشك أن تبدأ عندما وقف كازينسكي وطلب تغيير محامي الدفاع.
بعد أيام قليلة أمرت المحكمة بإخضاع تيد إلى الاختبارات النفسية، وأمضت طبيبة السجن النفسية الدكتورة سالي جونسون عدة أيام معه، واستنتجت أنه كان مريضاً عقلياً لكنه يستطيع حضور جلسة المحاكمة. كانت قضية الحكومة ضد تيد كازينسكي قضية ناجحة، فالأف بي آي كانت تتحضر لهذا اليوم منذ 17 عاماً، وقد أعاد المحققون بناء كل القنابل المتعلقة بالجرائم وحافظوا عليها. مع اعتقال تيد كازينسكي تمكنوا من إظهار الصلة القوية بينه وبين صانع القنابل. من الآن فصاعداً لن يفرض تيد حياة الوحدة على نفسه، ولم يكن أمامه سوى الاعتراف بذنبه. حكم على تيد كازينسكي بالسجن المؤبد إضافة إلى 30 عاماً من الاحتجاز دون أي أمل بالخروج أو تخفيف العقوبة. بالنسبة لتيري تشيرشي، أثبتت هذه القضية استعداد الأف بي آي الدائم والتزامها بقضاياها حتى تحقيق العدالة مهما تطلب الوقت. إن مرتكبي هذه الجرائم الذين لا يتم القبض عليهم إلا بعد عدة سنوات يشعرون بالغطرسة والتكبر ويعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم أبداً، لكننا نود إخبار الجميع بأننا لا نستسلم أبداً ولا نتراجع قبل أن نحل القضية، ولا شك أن هذا واجبنا وهذا ما علينا القيام به. في حزيران يونيو عام 1998 تلقت جوانا لي وهي مساعدة التحرير في إحدى دور النشر رسالة من تيد كازينسكي تحمل عنوان السجن. أدركت جوانا أن كاتب الرسالة كان المجرم المسجون وفتحت الرسالة. كان كازينسكي يطلب من دار النشر أن ينشر كتاباً عن صراعه وفلسفته. حتى يومنا هذا لم يقبل أحد بذلك.